قبل لا نبدأ هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب. يلا نبدأ. طبعا اليوم أنا وسوسو قررنا نعيش 24 ساعة تحت البحر. أوكي سوسو جاهزة؟ جاهزة، بس لازم ألبس أول شيء بعدين نروح البحر. إيه الحين أنا زي ما تشوفون هذا هو اللبس اللي أنا لبسته، بس اليوم بصير حورية بحر عشان اليوم بنعيش تحت البحر 24 ساعة. يلا أنا وسوس الحين بنروح نصير حورية بحر. تحولنا لحوريات بحر. هذه هي شخصيتي أنا وهذه شخصية سوسو. هاي شوفي شخصيتي مرة روعة. وطبعا الحين بنبدأ التحدي أنا وسوسو. الحين بنروح للبحر عشان نبدأ التحدي حق 24 ساعة. يلا حتى أنا متحمسة. فيلا نروح البحر عشان نقضي يوم كامل في البحر. يلا الحين جالسين نروح حق البحر ونبدأ يومنا في البحر. طبعا وأخيرا وصلنا أنا وسوسو حق البحر، وزي ما تشوفون الحين بدأ يصير كنا ليل. ويلا تعالوا نبدأ. بسم الله المي بارد. واو المي بارد. يلا سوسو هذه أول مرة أكون حورية بحر تحت البحر. حتى أنا الحين بحط البيت حقنا عشان نعيش 24 ساعة في البحر. يلا يلا هذا هو بيتنا زي ما تشوفون. واو يعني حرفيا المي مغطي على البيت كله. صدق الحين أنا مرة جوعانة أبي آكل. شريك نسوي شيء تحت البحر يعني ناكل. يلا أوكي إيش بنسوي؟ أنا بسوي لك أكل. يلا سوي لي أكل. الحين بنشوف أكل سوسو اللي بتسويه تحت البحر. يلا سوسو جهزي الأكل وأنا بنتظرك في الخيمة. يلا نانا جهزت الأكل، تعالي نروح ناكل في السفينة. يلا جاية. أنا مرة جوعانة اليوم، طبعا تعبت تعبت تعبت. الحين تعالي تعالي هنا تحت أحسن. أوكي يلا. وأخيرا كنت مرة مرة جوعانة، حطي الأكل. طيب سويت لك دجاج. يامي. أنياسايا يابوسايا تشيتشا تشيتشاميدا. أنياسايا يابوسايا تشيتشا. سوسو شبعت، شكرا. عفوا. يلا الحين تعالي نكمل يومنا تحت المي. يلا لازم نسوي يعني فعاليات زي كذا، أحس يعني ملل. صح. إيش نحط؟ ما أدري، نحط تلفزيون عشان نتفرج. حطي حطي تلفزيون، ملل ملل يعني صراحة ملل. حطي حطي تلفزيون. أوكي يا متابعين قيموا مكياجي من 10، زي ما تشوفون حطيت شو اسمه رموش باللون الأزرق وشعري زبطته وكل شيء. كم تقيمونه؟ يلا بحط التلفزيون. يلا حطي التلفزيون، تعالي نستكشف البحر ونشوف ايش في البحر وكيف الحوريات البحر يعيشون. ايه نبي نستكشف كل شيء. يلا حطيت التلفزيون، تعالي شوفي. يلا تعالي بتابع شوي التلفزيون، بعدين بروح استكشف شو اسمه البحر ومخلوقاته وزي كذا. حتى السمك مرة حلو. يلا خلاص انا صراحة خلصت، تابعت التلفزيون لين خلاص. الحين ابي اروح استكشف البحر. يلا تعالي استكشف. يلا نروح نشوف المخلوقات اللي موجودة في البحر. أنا الحين استكشفت نص البحر، الحين جالسة أشوف إيش موجود في البحر وأشياء حلوة. سوسو أشوفك. ها هاي. واو شوفي شوف هذا زي ما أدري إيش، بس أحس يطلع، شوفي يطلع منه بخار. طبعا أنا وسوسو الحين رجعنا لبيتنا اللي تحت البحر لأن خلاص تعبنا ونبي ننام، فالحين بننام وبعدين الصبح وبنكمل وبعدين في الصبح بنكمل استكشافاتنا في البحر. أوكي نعم. بسوي لي سرير عشان أنام. أسوي لك؟
يحتاج أنا بنام على الكرسي. أوكي أنا بسوي نفسي. يلا تصبحون على طبعا الحين طلع الصبح وطبعا خلصت 24 ساعة وللأسف خلصت يعني بس أنا باقي راح أستكشف البحر بعدين بعد ما أخلص بطلع وأنتي سوسو حتى أنا بستكشف بعدين بنروح المطعم إيه لأن الحين نبي نفطر ونحن مرة جوعانين. واو شوفوا إيش لقيت سوسو شوفي إيش لقيت واو حلو طبعا الحين حبيت طبعا الحين خلصت 24 ساعة الحين بنروح للمطعم وبشيل اللبس حق حورية البحر عشان إذا طلعت ما يقولون الناس إني مجنونة ليش لابسة لبس حورية البحر فالحين أنا وسوسو بنروح نغير ملابسنا وبنرجع مرة ثانية وبس طبعا الحين غيرنا ملابسنا والحين بنروح نفطر في مطعم حق الأكلات البحرية يلا سوسو يلا طبعا الحين بنروح مشي لأن ما عندنا سيارة فالحين بنروح نشوف مطعم حق المأكولات البحرية ونشوف إذا فاتح الحين لأن تو الصبح فبنشوف إذا في مطعم مفتوح الحين أو لا يلا سوسو تعالي إيه ليش سبقتيني غش كان عندي سيارة كنت أستخدمها وأنا صغيرة اوكي الحين بدور على مطعم طبعا انا سوسو لقينا مطعم حق الاكلات البحرية ونحن مرة متحمسين نجرب الاكل صح سوسو صح حتى انا شوفي مكتوب اكلات بحرية ايه مكتوب اكلات بحرية الحين مرة متحمسة اجرب الاكل البحري ويلا الحين بنجلس وبنشوف ايش الاكل اللي بيعطونا يعني ايش النوع هل السمك هل ايش يعني الحين بنشوف ايش الاكلات اللي بيعطونا ممكن جابوه من البحر أكيد أكلات بحرية يعني من البحر واو سوسو شوفي الأكل موجود واو كتير الحمد لله الحين أنا وسوسو أكلنا وشبعنا وبس قبل أنهي معاكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب مع السلامة أصدقائي.